السلام عليكم. خمسة من الأحزاب اليمنية تعلن من القاهرة عن تشكيل ائتلاف سياسي جديد، خطوة من شأنها التأسيس لمرحلة جديدة وتحولات في خارطة التحالفات الحزبية والسياسية. الأحزاب هي الاشتراكي والتنظيم الناصر والعدالة والبناء واتحاد القوى الشعبية والتجمع الوطني، خطوات وصفت بمحاولة لاستعادة مسار العملية السياسية وتشكيل نواة خارج اصطفاف أطراف الصراع المسلح. البلاغ الذي نشرته وسائل إعلامية قال إن هذه الأحزاب انتهت من إنجاز وثيقة سياسية تضمنت جملة من الأسس والمبادئ الرئيسية لائتلاف على قاعدة إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة وتصويب مسار الشرعية واستعادة الديمقراطية التوافقية، بالإضافة إلى الشراكة الوطنية في رسم مستقبل اليمن وفقا لمخرجات الحوار والمبادرة الخليجية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة على قاعدة التوافق الوطني ورفض كافة أشكال الفساد والعمل خارج القانون كما جاء في البيان. تكثر التساؤلات إذن حول جدوى هذا التكتل السياسي، هل جاء بديلا عن اللقاء المشترك؟ ولماذا استثنى حزبي الإصلاح والمؤتمر المؤيد للشرعية؟ هذه التساؤلات وغيرها الكثير سنناقشها في حلقة اليوم من المساء اليمني. نبدأ الحلقة بعد متابعة هذا التقرير. جديد على الساحة السياسية، هذه المرة من زاوية الأحزاب السياسية الحلقة المفقودة منذ بدء الحرب. من القاهرة تم إعلان تكتل سياسي هو اللقاء المشترك مع عدل الإصلاح، خطوة وصفها البعض أنها محاولة لنفخ الروح في جسد العملية السياسية أو بمثابة مخرج طوارئ للأحزاب السياسية التي تعيش حالة موت سريري. مراقبون قالوا إن هذا التكتل جاء بإيعاز من دول التحالف في سياق بحثها عن تكتل سياسي يبرز للواجهة كبديل عن الإصلاح الغير مرغوب خليجياً. تأتي خطوة إنشاء التكتل في وقت تعاني فيه الشرعية من عاصفة إماراتية قادمة من الجنوب تهدد بوأد الشرعية في المناطق التي يفترض أنها مسيطرة عليها. مراقبون يقولون إن المملكة السعودية هي الشريك الصامت لكل ما تمارسه الإمارات في الجنوب، إذ يعتبر بيان الحكومة أمس بمثابة رمي الكرة في ملعب المملكة لتنفي ذلك بخطوات عملية أو لتؤكده بصمتها. حتى الآن لم يصدر أي موقف من قبل الإصلاح الذي يشعر أن هذه التحركات تستهدف عزله عن الحاضر والمستقبل السياسي، لكن الأهم هو موقف الرئيس هادي وكيفية تعاطي التحالف مع هذا التكتل، ما سيبين بوضوح خارطة الحالة السياسية في اليمن وهوية صاحب الضوء الأخضر الذي سيكون له الحضور الأبرز في المشهد القادم. الاعتلالات في المشهد السياسي خلفت الكثير من التراخي تجاه القضية المصيرية للشعب، ودفع بكوادر الكثير من الأحزاب السياسية لخوض معارك جانبية لا تصب في جهود استعادة الدولة وتحريرها من الانقلابيين. إذن أجدد ترحيب بكم مشاهدينا الكرام، كما أرحب بمن ينضم إلينا الآن دكتور معن دماج مدرس الفلسفة بجامعة صنعاء الذي ينضم لنا عبر السكايب من تونس. أهلا بك دكتور. أهلا وسهلا، مساء النور. أهلا بك دكتور. إذن هناك تكتل سياسي جديد ربما يأتي على أنقاض تكتل آخر في حقيقة الأمر، ما قيمته، ما هي فعاليته المتوقعة في هذا التوقيت برأيك؟ والله الحدث هذا يفهم ضمن سياق أداء الحياة الحزبية والأحزاب السياسية في اليمن. الأحزاب للأسف الشديد بعد أن أعطتها ثورة فبراير نسمة هواء منعشة وعادتها إلى الحياة الحقيقية للمشاركة في إعادة صياغة التوازنات السياسية وتغيير الواقع السياسي والاجتماعي والاقتصادي بالثورة وبالانخراط، وإن كانت دخلت متأخرة رغم أن كوادرها كانت في الواقع في الحالة اليمنية هي الكوادر الأساسية في تنظيم وقيادة الحركة الشعبية والثورية في كل الساحات تقريبا، عادت لما تعرفه وما تألفه من السياسة باعتبارها عملا فوقيا، باعتبارها تحاصص على الوظائف السلطوية، وباعتبارها أيضا عمل لإرضاء السفارات والدول الإقليمية والقوى الخارجية. وهذا الممارسة الفوقية للسياسة في الواقع تسهم كل الأحزاب بلا استثناء. الإعلان عن التشكل وعن التكتل الحزبي الجديد وهو يعني ليس جديدا، ربما تأخر، وهذا يعكس حتى يعني عجز هذه الأحزاب حتى في إطار ما تألفه من العمل الفوقي
والذي لا علاقة له في الواقع بمجريات الأرض وتغيير الأمور على الأرض والانخراط في الثورة الشعبية والتجذر في الحالة السياسية على الأرض. حتى في هذا الأمر هي بطيئة جدا، لأننا منذ عام ونصف ونحن نسمع هذا الكلام. هناك كان بيان للحزب الاشتراكي اليمني والتنظيم الناصري من عدة أشهر في القاهرة أيضا. وأنا أتصور أن الدافع الأساسي لهذا التكتل الحزبي هو يعني محاولة تلبية ما يمكن أن يكون يعني المواصفات المطلوبة لتكتل سياسي ينسجم مع السياسة الإقليمية والدولية الراهنة التي تستبعد الإخوان المسلمين من العملية السياسية ومن الحياة السياسية وتسعى إلى تهميشهم. وعندما أقول ذلك لا يعني ذلك أن الإصلاح والإخوان المسلمين في اليمن حالة أفضل، في الواقع أداهم كان سيئا، وقد أسهمت في الواقع عدوانيتهم وميلهم للاستئثار وعدوانيتهم ضد زملائهم وضد شركائهم في الحياة السياسية في أن يصبح هذا الخط السياسي ممكن أن يتقدم. كانت المسألة في البداية على أساس يتم إعلان هذا التكتل داخل تعز، وأسهمت منظمات الحزب الاشتراكي اليمني مثلا في رفض هذا الأمر، لأنها تعتبر أنه في حالة الكفاح المسلح وفي حالة المقاومة الشعبية يبدو نافلا، ويبدو فقط محاولة لتلبية شروط طرف إقليمي لاستدراج الدعم أو شيء من هذا القبيل. لكن بالمقابل يعني الإصلاح لم يوفر لا أعداءه ولا أصدقائه، يعيش مرحلة فقدان وزن وفي مرحلة من الخوف، لم يعد يستطيع أن يتصرف، وهو أمر مفهوم في الواقع. انتقلت الاستراتيجية الإقليمية والدولية من تمكين الإخوان قبل 4 أو 5 سنوات إلى اجتثاثهم. لدينا رفاق مثلا في تعز من سنتين اختطفتهم فئات وميليشيات تابعة ومحسوبة على الإصلاح، وعندما نتحدث مع الإخوة في الإصلاح فإنهم يعتبرون المسألة مسألة نافلة. لم يقدم الإصلاح أي تنازل نحو شركائه ونحو مواطنيه، ولم ينخرط أيضا في العمل السياسي المتجذر في المقاومة الشعبية، يكتفي بتخزين السلاح ومحاولة إرضاء الإمارات والسعودية من ناحية أخرى. طيب التكتل هذا وردود الأفعال عليه تعكس أزمة الحياة الحزبية، أحزاب فوقية واستراتيجيتها وخطها السياسي هو خط سياسي انتهازي، والأمل كل الأمل أما أن تستطيع، وأتمنى ذلك باعتباري أحد يعني أعضاء هذه الأحزاب، أما أن تستطيع هذه الأحزاب تصحيح نفسها عبر العمل القاعدي، وأما أحزاب جديدة من رحم ثورة فبراير ومن رحم الساحات ومن رحم المقاومة الشعبية. يعني نحن عندما نتحدث عن أن هذا التكتل يبدو أنه سيأتي على أنقاض تكتل آخر، اللقاء المشترك كتجربة سياسية كانت واعدة، ويعني تمثل حالة واعدة بالنسبة لكثيرين في اليمن. هل هناك من يعني فائدة مرجوة في هذا التوقيت تحديدا، عندما نتحدث عن فترة أنت تفضل بالقول أن هناك أزمة أحزاب وهناك فوقية بالنسبة لهذه الأحزاب تجاه الشعب، وهناك من يتحدث على أساسا عدم وجود حياة سياسية حتى تمارس هذه الأحزاب طبيعة عملها يعني في نهاية المطاف؟ السياسة تستمر حتى بالكفاح المسلح وحتى بالمقاومة الشعبية وحتى بالثورة، هذا مستوى أيضا من مستويات السياسة. الأزمة في طبيعة ممارسة السياسة من قبل هذه الأحزاب التي لا تعتبر السياسة سوى تحصص على المناصب وصراع على الغنائم واستئثار بالسلطة وإدارة الدهر في الواقع للمطالب الشعبية، لا تقدم برامج جدية. بالنسبة للقاء المشترك في الواقع هو منذ مدة طويلة أصبح بحكم الميت، وهو حتى في نشأته في على أساس يعني ربما يكون لديه إنجازات، لكن هو نشأ ليحل أزمة أحزاب يعني تتصارع مع السلطة ولكنها لا تقدم بديل اجتماعي. ما هي الأرضية المشتركة الحقيقية بين الحزب الاشتراكي اليمني وبين التنظيم الناصري وبين التجمع اليمني للإصلاح؟ إذا استثنينا مسألة الديمقراطية في لحظة معينة، في الواقع ليس هنالك مجال لعمل بهذا الحجم. هناك يعني نقاط التقاء في العمل ضد السلطة الدكتاتورية وهو العمل السياسي والديمقراطي، أما المشروع الاجتماعي والسياسي المفروض في الواقع أنه يكون مختلف. الأحزاب في الواقع تفر من أزماتها بدل من أن تحل أزماتها التنظيمية والداخلية والسياسية، تفر إلى الأمام بإعلانات فوقية وتقدم نفسها للخارج وتسوق نفسها للسفارات، كل الأحزاب في الواقع دون استثناء.
يعني ماذا فعلت الأحزاب لتسوي من وضعها؟ يعني ماذا عملت بالاشتراك اليمني منذ 2 و10 أشهر الكونفرنس الحزبي؟ لا شك أمانته العامة، لا ملأ الدوائر الشاغرة في أمانته العامة، لم يصحح أوضاع منظمته الحزبية حتى التي في الواقع في المناطق المحررة. قيادته في القاهرة من دون سبب، أغلب قيادته في الواقع تنتمي لمدينة عدن وهي تعيش في مدينة عدن، تستطيع أن تعود إلى عدن. وهناك بعض المحافظات في الواقع التي يقودها بعض أعضائه القياديين أو رفاقهم السابقين الذي أصبحوا في الحراك مثل لاحج ومثل الضالع. وبالتالي الحديث عن الوضع الأمني وضع هو أمر غير جدي. مفهوم. يستطيعون أن يعودون ويعيدون الثوري ويستطيعون أن يشتغلون من الداخل. نفس الأمر التنظيم الوحدة والشعب الناصري نعم. لم يستطع أن يخرج بعد حتى 25 سنة من الوحدة والعمل العلني أن يتحول إلى حزب يعني ذا طابع وطني. لا نعم. يزال حزب يعني محصور في محافظة واحدة، وهو حزب محلي بكل الأحوال وخارج نطاق محافظة تعز، لا يملك تأثير جدي. والأمر نفسه حول الإصلاح، عمل ينتمي إلى روح معادية للحزبية، مجموعة قيادات وقواعد كبيرة تطيع من دون أي مضمون سياسي ومن دون رغبة في مواجهة الحقائق، الانتقال من موقع إلى آخر من دون أفق، فقط اللهث على نعم دكتور. السلطة. وهذا أمر مفهوم لأنه جزء من قيادته في الواقع تمثل جزء من الطبقة الرأسمالية المسيطرة والحاكمة في البلاد. طيب دكتور، دعنا نشرك معنا في الحوار الدكتور محمد المخلافي، نائب أمين عام الحزب الاشتراكي الذي ينضم لنا عبر الهاتف من القاهرة. بداية أهلا بك دكتور محمد. مرحبا ومساء الخير. حياكم الله، أهلا وسهلا. إذا دكتور، مكون جديد، ائتلاف جديد بالأصح، هل هذا الائتلاف عندما نتحدث على أنه من يعني الديباجة التي قيلت في البيان أنه يأتي لتصويب مسار الشرعية، هل نحن الآن نتحدث عن حالة توافق السلطة الشرعية أم أننا أمام حالة انقسام سياسي جديد بالنسبة لجبهة الشرعية الآن؟ بالتأكيد من يتابع ما يجري في اليمن يظهر أن الانقلاب قد وضع الأحزاب السياسية جانبا ومعه الحرب كذلك، وبالتالي أفرغت الساحة السياسية من النشاط السياسي ومن العمل السياسي، ولم تعد هناك مشاركة حقيقية لكافة الأحزاب المؤيدة للشرعية. نحن لا نتحدث عن الانقلاب لأن الانقلاب انقلب على كل شيء بما في ذلك على التعددية الحزبية والسياسية، لكن نحن نتحدث عن أننا جزء من شرعية الفترة الانتقالية. نحن لا نتكلم على الشرعية بأنها شرعية الحكومة وحسب، نحن نتكلم عن الشرعية وفقا لشرعية التوافق، وهي شرعية أركانها الأحزاب السياسية التي وقعت على اتفاق مبادرة الخليجية وآلية نقل السلطة وأيضا المشاركة في مخرجة مؤتمر الحوار الوطني. فنحن نتحدث عن مكوناتنا جميعها بأن هذه الشرعية بحاجة إلى تعزيز أكبر وبحاجة إلى دعم أكبر وبحاجة إلى استعادة العمل السياسي وعدم ترك الساحة لمن يحملون السلاح فقط. طيب هذا الأمر جيد يعني عندما نراه من بشكل عام، لكن عندما نتحدث الآن عن دعم لهذه الشرعية لم ترى كثير من قيادات هذه الأحزاب بجانب هذه الشرعية، هل المشكلة في الشرعية كانت أم المشكلة في هذه الأحزاب كانت؟ الأحزاب السياسية بالأساس لو تتذكر مؤتمر الرياض كنا جميعا موجودين، فالسؤال يمكن أن يطرح ليس علينا، يطرح على آخرين. طيب في هذه النقطة تحديدا الآن، يعني إذا ما نريد أن نتحدث عن تحالفات ربما جديدة أو نتحدث عن ديمقراطية توافقية كما قال البيان، استعادة الديمقراطية التوافقية، هذه النقطة هل شرحت لنا إياها بشكل أكبر؟ يعني الوثيقة السياسية للائتلاف الجديد ما أبرز ما تضمنته أيضا؟
أعتقد أنه الاتجاه العام ورد في البلاغ الصحفي والمتمثل باستعادة الدولة وإنهاء الانقلاب، علاوة على ما يتعلق بتحقيق السلام الدائم. وبالتالي هناك وسائل وآليات، وليس بالضرورة أن أكشف عما ورد في الوثيقة قبل أن تعلن هذه الوثيقة. طيب الاتجاه العام واضح، لا أعتقد أنه يحتاج إلى تفسير. حتى أفهم نقطة الديمقراطية التوافقية دكتور محمد، هل يعني الأحزاب التي شاركت في تكوين هذا الائتلاف واجهت إقصاء لها من المشاركة في محاولة إدارة الوضع السياسي بداخل البلد والتعامل مع الخارج أيضا، منذ كما تفضلت أنت بالحديث عن مؤتمر الرياض؟ الحديث لا يجب أن يتجه نحو الخلاف في إطار الشرعية بأطراف، ولكن الحديث يدور أو ما نحن نريد أن يتحقق أن تستعاد شراكة الأحزاب، وشراكة الأحزاب المطلوبة هي في إطار الشرعية ونحن جزء من هذه الشرعية، وشراكة الأحزاب بالتأكيد في القرار السياسي، في المفاوضات، في كل قرار بما في ذلك القرارات المتعلقة بإدارة المناطق التي تم استعادتها من الميليشيات. وبالتالي هذا الأمر باعتقادنا بأنه سوف يعزز الشرعية ولن ينازع شرعية الحكومة ولن ينازعها سلطاتها، وإنما يحقق مبدأ الذي اتفق عليه منذ عام 2012 وهو مبدأ الشراكة والتوافق. طيب دكتور محمد، وإن كان بسؤال أخير، يعني الفترة الماضية شهدت تبادلات للاتهامات بشكل كبير بين بعض كوادر الأحزاب، هناك مهاجمات كثيرة لبعضها البعض، وفي أحيانا في أمور تتعلق بمسائل غير يمنية أحيانا، هل هذه يعني هذا كله يعكس خلافات سياسية حتى في يعني ما بين قيادات هذه الأحزاب؟ ما يجب يعني تقييم والحكم عليه هو ما يصدر رسميا عن هذه الأحزاب. أما وسائل التواصل الاجتماعي فكل من يستطيع أن يقرأ الحرف أو يكتب الحرف وإن لم يكتبه صح يعتبر نفسه منظرا سياسيا ويتصرف بأسماء الأحزاب أو غير الأحزاب. أنا أعتقد أنه يعني هناك حالة أدت إلى استبعاد دور الأحزاب الفاعل، ونحن نريد أن نستعيد هذا الدور، واستعادة هذا الدور لا يعني الأحزاب وإنما يعني أيضا استعادة قوة الشرعية وجبهة الشرعية، ويعني مواجهة للانقلاب، ويعني أيضا إدارة ما خرج من أيدي الميليشيات. أشكرك إذن دكتور محمد المخلافي، نائب أمين عام الحزب الاشتراكي، كنت معنا عبر الهاتف من القاهرة، شكرا جزيلا لك. بالعودة إلى دكتور معن دماج، دكتور معن، سمعت ما تفضل به دكتور محمد المخلافي، هل من تعليق حول ما ذكره؟ والله هذا الخطاب التقليدي والطبيعي لقادة الأحزاب، وهو لم يثر إشكالات. المسألة هي تتعلق بالمنظور العمل السياسي، المنظور المكرس داخل القيادة الحزبية باعتبار السياسة هي ممارسة العلاقات الفوقية والحديث عن السلطة والتقاسم وديمقراطية التوافقية وموقف الدول الإقليم وإلى آخره، هذا شيء. وتغيير المجتمع من أسفل ونحن في إطار ثورة شعبية وحرب، حتى وإن كانت اتسمت ببعض جوانبها بالحرب الأهلية ومقاومة مسلحة في المناطق، لا يحضر هذا العمل من خلال الناس والتغيير من أسفل. هناك عتب طبعا على أسلوب إدارة دولة الرئيس هادي العلاقات مع الأحزاب، وهو محق في ذلك، لكن المسألة لا تتعلق فقط بما تريده الدولة ولا بما تسمح به القيادة الدولة للأحزاب، المسألة
توفر الوعي والخروج من أزمة الأحزاب الذاتية، الأزمة التنظيمية، الأزمة السياسية، الأزمة الفكرية، أزمة علاقتها بالمجتمع، قدرتها على تدبر العلاقة بينها وبين شركائها وحتى خصومها في العمل السياسي في نفس المعسكر، وإدارتها للصراع مع العدو في الرجعية الحوثي الصالحي في التحالف الانقلابي. المسألة ليست حوارا في الواقع بالنسبة للأحزاب، المسألة هي عمل سياسي وعمل تنظيمي وعمل عسكري وعمل على الأرض. جيد وطبيعي ومعه حق الدكتور محمد أن الدولة مالت إلى تهميش الأحزاب وتجاوز دورها، هذا صحيح. بالمقابل ماذا فعلت الأحزاب لتمنع عن نفسها هذا التهميش أولا، ولتستعيد قدرتها التنظيمية والسياسية؟ ما الذي يمنع هذه القيادات بالذات من أبناء المناطق المحررة من أن يعودوا وأن يلتحموا بمنظماتهم الحزبية وبأبناء شعبهم؟ ما الذي يمنعهم بطرح المشاكل التنظيمية والسياسية الحقيقية في الحوار على الأقل داخل المستويات الحزبية؟ هذه المراوحة في لا مكان هو ما يميز العمل الحزبي، وانتظار أن وصولهم للسلطة سيسمح لهم بحل مشاكلهم السياسية والتنظيمية، هذا الأمر لن يحدث في الواقع. مراكز السلطة التي تشكل الآن والتي تشكلها في الواقع دول الإقليم لا علاقة لها لا بهذه الشخصيات الحزبية ولا بالأحزاب، هناك مراكز قوى أخرى تصنع بالحديد والنار وبالدعم المادي وبالسلطة الوظيفية. وبالتالي إذا كانت الأحزاب تنتظر فقط فرصتها لتحصل على ما تعتقد أن يعني هي بين محاولة قوسين مواكبة الآن، أفهم، هل هذه محاولة مواكبة من قبل هذه الأحزاب لأن تكون بديلاً أو تضع مشروعاً بديلاً آخر غير ما يعني ما يمكن أن تقوم به القوى التي تملك السلاح على الأقل؟ بالنسبة للقوى التي تمتلك السلاح، نحن في بلد فيها حرب وهناك مقاومة شعبية، من يمتلك السلاح ليست فقط الجهات الأجنبية ولا القوى التحالف التي توزع السلاح، من يمتلك السلاح هو جزء كبير من أبناء شعبنا. المسألة هي في غياب الخطاب السياسي والعمل التنظيمي. هؤلاء الآلاف المؤلفة في تعز الذين يحملون السلاح، ألا ينتمون إلى الشعب وإلى المجتمع وإلى الأحزاب؟ هذا حديث في الواقع ليس له علاقة، حديث فوقي وكأن احنا يعني نتحدث عن مسألة مفصولة. نحن في ثورة ونحن في حرب أهلية ونحن في مقاومة شعبية مسلحة، وبالتالي الذي لا يضع هذه المسألة في صدارة النقاش وفي أساس التحليل منفصل عن الواقع الاجتماعي والسياسي. المطلوب ربح الحرب. كيف يمكن أن تكون الأحزاب جزء من هذا المشروع أساسا بالخطاب السياسي وبالقدرة على التعبئة السياسية؟ للأسف الشديد جزء من الأحزاب أساءت كثيرا إلى هذا المشروع لأنها استخدمت خطاب سياسي غير وطني، غير ديمقراطي، غير ثوري، وحتى أحيانا طائفي وأحيانا جهوي. المسألة في مواجهة الحقائق. جيد، هناك نقد لدولة الرئيس هادي ولأداء الشرعية وهذا أمر مطلوب، لكن هل هناك قدرة على نقد التحالف العربي بشكل جدي؟ هل هناك قدرة على نقد بعض الحلفاء والشركاء في الحراك الجنوبي بما فيها ممارسات وصلت إلى درجة الجريمة؟ هناك قوة محسوبة على الحراك وعلى التحالف مثل الحزام الأمني نفذت جرائم ضد مواطنين على الهوية مثل عملية الترحيل من عدن، أو حتى إلى مستوى التصفية السياسية كما حصل لباطويل في عدن وأخيرا للرفيق أمجد عبد الرحمن وهو عضو في الحزب الاشتراكي اليمني أيضا. المسألة أنه يعني الأحزاب السياسية لا تفهم السياسة إلا باعتبارها حصص على السلطة وحديث فوقي، تغيير الواقع من الأرض وعلى الأرض وباعتماد الناس وكجزء من الجماهير ليس جزء من تفكيرها وليس نعم. جزء من عقليتها. للحظة من اللحظات انخرطت في الثورة الشعبية ثم عادت إلى ما تعرفه وإلى طبيعتها المعتادة في الحديث عن السلطة والتقاسم، حتى وإن أخذت اسم الديمقراطية التوافقية ولا شرعية المرحلة الانتقالية. اليوم هناك شرعية المقاومة المسلحة، وهذه مسألة جوهرية. لولا هذه المقاومة لانتهت الحياة السياسية ولا حكم علي عبد الله صالح والحوثي من غير أحزاب ومن غير ديمقراطية إلى فترة لا يعلمها إلا الله. الجوهر الذي منع سيادة هذا المشروع الاستبدادي والشمولي هم المقاومين وهم أبناء الشعب بما فيها أعضاء الأحزاب. وأنا أعرف أن الأحزاب جميعا حتى الأحزاب اللي نختلف معها مثل الإصلاح قدمت مئات وآلاف الأعضاء من الشهداء، وأن مفهوم. هناك مئات الأعضاء من الحزب الاشتراكي اليمني شهداء في محافظة واحدة مثل تعز وفي الضالع وفي غيرها.
نعم. طيب دعنا نشرك معنا في الحوار دكتور الأستاذ علي النعيمي، عضو الأمانة العامة لاتحاد القوى الشعبية، ودعني أنطلق من النقاط التي ذكرتها أخيرا. إذن دكتور معن يعني يطرح رؤية أن الأحزاب هذه لا زالت ترى الأحزاب جميعا ومن ضمنها من قام بهذا التكتل ترى الحياة السياسية من درجة فوقية أو من جهة فوقية بالنسبة لعامة الشعب. بداية أرحب بك أستاذ علي النعيمي، ما هي وجهة نظر الأمان الاتحاد القوى الشعبية بشكل عام تجاه هذا التكتل الجديد واتجاه الوضع بشكل عام في اليمن؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وشكرا لكم على الاستضافة. أولا أريد أوضح في ما يخص التحالف السياسي المزمع الإعلان عنه في الفترة القادمة. طبعا البيان اللي تم إصداره هو بلاغ صحفي عن الانتهاء اللجنة التحضيرية من إعداد بعض الوثائق ما يخص وثيقة التحالف، مفهوم، وما زلنا في إعداد مشروع الآلية يسموها اللائحة الداخلية، ولم يكن هذا البيان أو البلاغ الصحفي بمثابة إشهار لهذا التحالف، مفهوم. هذا بعض وسائل الإعلام تناولت هذا البلاغ خارج سياق مضامينه. نحن نسعى إلى إنشاء التحالف السياسي من جميع الأطراف السياسية المؤيدة للشرعية وكذلك منظمات المجتمع المدني والشخصيات السياسية والاجتماعية المؤيدة للشرعية والرافضة للانقلاب على الدولة، هذا من جانب. أتى هذه الرغبة لأنه من 21 سبتمبر 2014 دور الأحزاب السياسية يعني اشتل وأصبح غير فاعل وانتهى دورها في ظل الصراع وفي ظل الحرب، فرأينا أنه لازم يكون لهذه الأحزاب دور سياسي وشراكة في صنع القرار السياسي المصيري، وليس معناه شراكة في المواد أو المناصب الدولة، إنما شراكة في صناعة القرار السياسي لليمن ومساندة السلطة الشرعية على اتخاذ القرارات الصائبة لسرعة إنجاز إنهاء الانقلاب سواء بالحرب أو وصولا إلى حل سياسي وفق الآليات المتفق عليها، الآلية التنفيذية لمبادرة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلابة. هذا الموضوع، هذا الرؤية الذي نسعى إليها. كان في مشروع سابق في بعض الأحزاب تداولت إنشاء تحالف من قبل أشهر كثيرة ولكن لم يتم البت فيه حتى الآن، ونحن سعينا على أساس إنجاز هذا والتحالف، وهذا لا يعني بالضرورة أنه سينشأ هذا التحالف من 5 أحزاب فقط، كل الأحزاب السياسية المؤيدة للشرعية مدعوة لهذا التحالف، ما فيها المؤتمر الشعبي العام المؤيد للشرعية والتجمع اليمني للإصلاح والأحزاب السلفية وبقية الأحزاب الأخرى مدعوة لهذا التحالف السياسي. ما فيش يعني بعض وسائل الإعلام تصور أنه إكسال أطراف أو إنشاء تحالف فردي، نحن نؤمن بالعمل الجماعي لكل أطراف الشرعية. طيب هذا يدفع للتساؤل، إذن يعني حديثك هذا أستاذ علي يدفع للتساؤل، ما الذي اختلف إذن عن اللقاء المشترك في هذه النقطة؟ قد يختلف في توسيع اللقاء المشترك، كان من 6 أحزاب، الآن الأطراف المؤيدة للشرعية لدينا أطراف كثيرة من الحراك الجنوبي يعني ابن طالبة، وسنتحاور معه حول الانضمام لهذا التكتل، معناه الأحزاب السلفية، معناه كمان المؤتمر الشعبي العام، أحزاب كثيرة موجودة. يعني المعادلة السياسية بعد 21 سبتمبر حدث فيها اختلال وتوزعت الأحزاب ما بين القبول بالانقلاب وما بين الخروج مع الشرعية وتأييد الشرعية، لا لازم تعطير عمل جديد لكل الأحزاب المؤيدة للشرعية لمن أراد. طيب إذن دعنا نشرك معنا في الحوار أستاذ علي، أرجو أن تتفضل بالبقاء معي، وكذلك الدكتور معن دماج. ينضم إلينا الآن مشاهدينا الكرام الأستاذ عدنان العديني نائب رئيس الدائرة الإعلامية للتجمع اليمني للإصلاح. إذن أستاذ عدنان أهلا بك. أولا يتحدث الأستاذ علي النعيمي على أن ما حدث هو بلاغ لإشهار هذا الائتلاف وأنها الدعوة موجهة لجميع الأحزاب
المنضوية تحت راية الشرعية إلى الانضمام لهذا الائتلاف؟ أنتم في الإصلاح كيف تقرؤون ذلك؟ أولا مساء الخير لك ولكل ضيوفك. أهلا وسهلا. الموضوع موضوع التحالف، أحب في البداية أن أتحدث عن الحوارات التي جرت بين القوى السياسية بما فيها بعض الأحزاب الموجودة في هذا الإعلان، وهو حوار أفضى إلى وثيقة للتحالف السياسي وأيضا أنجز برنامج تنفيذي تواجد فيه الحزب الاشتراكي اليمني والتنظيم وأيضا والمؤتمر الشعبي العام والتجمع اليمني للإصلاح وحزب العدالة والبناء وحركة النهضة والحراك الجنوبي. جرت العملية عبر سلسلة من اللقاءات التي حضر فيها ممثلو هذه الأحزاب وناقشوا الأدبيات، وكنا على وشك الإعلان عن التحالف. في الحقيقة هذا الأمر يعني أنا أتحدث به كواحد من الذين حضروا بعض هذه اللقاءات، وكل أعضاء أو ممثلي الأحزاب والأحزاب كلها تعلم نتيجة أن لديها ممثلين في هذا التحالف. وهنا أنا أريد أن أشير إلى يعني قضية جوهرية ومركزية في التحالفات السياسية التي يفترض أن تنشأ. نحن نتفق على أن هناك ضرورة للتحالفات السياسية، لكن أيضا التحالفات السياسية على أي قاعدة؟ يعني نحن في التجمع اليمني للإصلاح نرى أن التحالفات السياسية أو التحالفات التي يجب أن تنشأ الآن هي تحالفات وطنية نتيجة لطبيعة المهمة. التحالفات الوطنية لا تستثني أحد من القوى السياسية وتستوعب كل القوى التي انضمت تحت لواء الشرعية أو دعمتها أو ساندتها في كل مراحل المعركة التي تخوضها الآن من أجل استعادة الدولة، من أجل استعادة الدولة من الانقلابيين وإعادة بنائها. هذا الموقف من التجمع اليمني للإصلاح مبني على أسس موضوعية، أهمها أن القوى السياسية اليمنية التي تصدرت المشهد منذ البداية لا يسعها الآن ترك موقفها المتماسك والذهاب نحو وضع منقسم فيما الشعب يمس الحاجة لتماسكها. يعني في لحظة حرب نحن قدنا هذا المشهد، واللحظة الآن هي لحظة حرب والمجتمع كله يكتوي بهذا النار، وبالتالي لا يسعنا في القوى السياسية التي قادت هذا المشهد أن نذهب إلى وضع منقسم. يجب أن تتشكل هناك، إذا كان هناك الضرورة قد فرضتها فيجب أن يتشكل بما يستوعب بقية القوى ويساعدها على أن تكون جزء من المشهد، لا بخلق وضع منقسم، خاصة وأن هناك كان تحالف سياسي يجري الإعداد أو تحالف وطني يجري الإعداد له. طيب هذا الحديث عن أستاذ عدنان، هذا الحديث عن هذا التكتل متى كان؟ التكتل الذي يعد له هو في هذه الأثناء، يعني في الأسابيع الماضية حضرت الأحزاب سلسلة من اللقاءات سواء على مستوى الأمانة العامة أمناء العموم أو ممثليهم أو على مستوى اللجنة الصياغة والإعداد للأدبيات، وخلصت إلى إقرار الوثيقة مع أيضا بعض التشريبات النهائية التي على وشك أن تنجز في موضوع الوثيقة البرنامج التنفيذي. ما أريد أن أقوله ثانيا أن المهمة المطلوب إنجازها الآن هي مهمة إعادة بناء الدولة وليس التنافس على إدارة الدولة، وهذه المهمة تقتضي تحالف وطني وليس تحالفات سياسية. التحالف الوطني المهمة التي نحن في صددها الآن إعادة بناء الدولة، وهذا يحتاج كل الناس ينخرطوا في تحالف كبير على قاعدة الموقف من الانقلاب والتأييد للشرعية وإعادة بناء الدولة. والمهمة ليست إدارة الدولة ولا التنافس الانتخابي، نحن لا نتنافس الآن انتخابيا حتى يسوق لنا هذا الأمر مثلا خلق انقسامات داخل هذه الجبهة. المهمة الآن لعملية استعادة بناء الدولة. الأمر الثالث والمهم أيضا، نعم أستاذ عدنان، أن العملية السياسية، أن القوى السياسية مسؤولة عن العمل السياسي الذي يتعرض ليس فقط يعني لمحاولة التهميش من أو يعني يتعرض لمخاطر قد تكون في المستقبل أن يخرج من معادلة السلطة. مفهوم. وأيضا هناك مخاطر في قلب المجتمع بظهور كيانات غير وطنية، يعني بمعنى أنها تشتغل داخل المنطقة داخل المذهب، وهذا الأمر الانقسام بين القوى السياسية سيؤدي بها إلى أن تستقطب من هذه القوى. نعم. إما حتى يتشكل أكثر من تحالف تقوية الموقف، وبالتالي بدل ما نساعد هذه القوى في الوقت الذي كان المنتظر منا أن
أن نجذب هذه القوى ونساعدها على الانخراط في العمل السياسي والدخول ساعة السياسة بمنطقه الوطني وأدواته السلمية، نكون نحن قد استقطبنا إلى موقف معاكس، وبالتالي طيب. لم نخدم العملية السياسية التي نتحمل نحن مسؤوليتها. أستاذ عدنان، دعني أنقل ذلك إلى أستاذ علي النعيمي قبل العودة إلى الدكتور معن دماج. دعني أنقل ذلك إلى أستاذ علي النعيمي عضو الأمان العام لاتحاد القوى الشعبية. إذن يتحدث الأستاذ عدنان عن تكتل كان يجري التحضير له، وهناك لمسات أخيرة كانت ستتم عليه، لكن تم إعلان هذا التحالف أو الائتلاف في القاهرة، ويطرح نقطة لماذا الانقسام الآن السياسي في هذه اللحظة الوطنية الراهنة، كيف تعلق على ذلك؟ للتوضيح، احنا لم يتم الإشهار للتحالف أولا، إنما تم الإعلان أنه اللجنة التحضيرية انتهت من التحضير لبعض الوثائق ولم تعلم إشهار هذا التحالف. هذه أول نقطة. ثانيا، فيما يخص التحالف اللي يتم الإعداد له منذ أشهر، نحن على استعداد تام إذا كان جاهزين لإعلان هذا التحالف أن نكون جزء من هذا التحالف في أي لحظة، بس لا نريد التسويف في التأخير والمماطلة في عدم إعلانه فقط. هذا رأينا، لا يوجد هناك أي انقسام مع كل القوى السياسية الموجودة على الساحة الوطنية المؤيدة للشرعية، صفنا واحد وتوجهنا واحد في بناء الدولة وفي إنهاء الانقلاب. ولكن المشكلة فالمماطلة من إنشاء هذا الاتحاد لفترة طويلة، نحن معها إذا كان جاهزين، ونحن جاهزين. يعني ما فيش إشكالية ولا في خلاف. أشكرك إذن الأستاذ علي النعيمي عضو الأمانة العامة لاتحاد القوى الشعبية. بالعودة إلى الدكتور معن دماج، يبدو أن المسألة إذن مسألة وقت، هي ما أو اعتبار أن هناك حاجة لتسريع بإعلان التحالف وما دفع هذه القوى إلى إعلان ائتلافها، أو على الأقل عمل بلاغ صحفي كما يقول الأستاذ علي النعيمي. سمعت كلام الأستاذ عدنان وكذلك الأستاذ علي، كيف تعلق دكتور معن؟ أنا لا أظن أن المسألة مسألة توقيت، المسألة مرتبطة بمحاولة تقديم كيان سياسي يلبي حاجة إقليمية وربما تتموضع في إطار تصور دولي لاستبعاد الإخوان المسلمين من أو على الأقل تهميشهم. بالنسبة لما قاله الأستاذ عدنان، المسألة هي لا تتعلق بالنوايا الطيبة، المسألة تتعلق بالأداء على الأرض، بالقدرة على استعادة الثقة مع الشركاء، وهذا في الواقع يحتاج مبادرات ويحتاج تنازلات ويحتاج تضحيات من الإصلاح، لأنه في الواقع الإصلاح مستهدف إقليميا وهناك أدوات محلية لهذا الاستهداف، بغض النظر عن اختلافنا الفكري والأيديولوجي والسياسي مع التجمع اليمني الإصلاح. الحديث وكأن الأمور عادية والبقاء والمراوحة حتى تلقي الضربة القادمة ليس حلا. على الأرض يستطيع الإصلاح من خلال أدائه في المقاومة المسلحة، ومن خلال مد اليد للناس على الأرض والمنظمة الحزبية أن يمنع ذلك، يستطيع أن يغير خطابه، يستطيع أن يقول ليس لنا علاقة بالإخوان المسلمين. كل هذه الحركات لن تفيد أحدا، هذا الخطاب غير مطلوب. مطلوب بناء الثقة مع المواطنين ومع الشركاء في الحياة السياسية. تحدثنا من قبل، لدينا رفاق معتقلين في تعز أو مختطفين، وحتى نعرف أنه الاعتقال أيضا ليس تعسفي ولا ليس له، قد يكون تعسفي طبعا وغير مشروع، ولكنه ليس بلا أساس. بعضهم لديهم اتهامات حتى أنهم تعاونوا مع الحوثيين، لكن لا تدار الحياة السياسية والعلاقة بين الشركاء بهذه الطريقة. طيب دكتور، دعني أنقل هذه النقاط. الإصلاح مستهدف نعم، ولكن عليه أن يساعد نفسه أولا، والمسألة ينبغي أن تخرج من اللغة الدبلوماسية ليتصارح الناس بالحقائق، وليقدموا التنازلات والتضحيات الضرورية لأبناء شعبهم وشركائهم أفضل مما يقدموها للأعداء الذين لن يتغير مشروعهم في ضربهم في كل الأحوال. طيب دكتور معن، دعني أنقل هذه النقاط إلى الأستاذ عدنان العديني. أستاذ عدنان، إذن هناك كما يقول الدكتور معن حاجة لأن يتعامل الإصلاح بشكل بفعالية أكبر وبمبادرة أكبر مع الشركاء، وكذلك الإصلاح الآن هو مستهدف إقليميا حتى وليس يعني فقط محليا من قبل أي أحد آخر. كيف ترد على هذه النقاط؟ أنا هو لا أحتاج أن أرد على الأخ معن دماج، أنا يعني أتفق معه في كثير مما قال، في ضرورة أن تتقوى الثقة بين شركاء العمل السياسي اليمني، ومن أجل أن تتقوى الثقة نحن فعلا بحاجة إلى أن نتصارح حول كثير من المواقف،
لا سيما في يعني المواقف التي سبقت، خاصه في اثناء سقوط صنعاء وما بعدها، وايضا في المشكلات التي تجري على الارض. هذه المشكلات التي تجري ما بين مكونات العمل السياسي هي مهمه، بحيث انه فعلا نحن بحاجه الى ان نوفر الحلول لها، والاحزاب معنيه بهذا الامر. لكن في المقام الاول نحن في هذا السياق يجب ان نتحدث عن السلطه المحليه. يعني لن نستطيع ان نحل المشكله ما دامت السلطه المحليه غائبه. اذا وجدت السلطه، اذا تساعدنا جميعا ودفعنا في اتجاه ان تعود السلطه المحليه وان تعود مؤسسه الدوله، وهنا لن يكون هناك حاجة لأن توجد القوى السياسية خارج وظيفتها السياسية في المقاومة. فالسلطة المحلية ضرورة، عودة الأجهزة الرسمية هي التي تباشر مهامها بالنسبة للمهام الأمنية والمهام الخدمية. هذه النقطة هي النقطة التي فعلا يجب أن نتناقش حولها وندعمها وندفع الشرعية في اتجاه إنجاز إنجاز الخطوات التي تسرع فعلا بعودة السلطة المحلية في ال... أما بالنسبة للثقة بين شركاء العمل السياسي فهذا ميدانه الحوارات التي تجري ما بين هذه القوى السياسية. يفترض أن تقول كل ما لديها في هذا الحوار، لا يفترض أن تقول أثناء الإعداد للتحالفات أن تقول كلاما دبلوماسيا. شكرا يعني لك. أن نقول نحن معنيين فعلا بأن نقول خطابا يعني يخلق الانسجام على مستوى الإعلام، لكن في الحوارات التي تجري ما بين الأحزاب يفترض أن يقدم كل طرف يعني ما لديه من مآخذ على الطرف الآخر حتى يجدوا لها حل، لأنه مشاهناها فعلا في الحوار. شكرا لك. إذن أستاذ عدنان، هناك كثير من الإشكالات التي نوقشت في التكتل، سواء فيما يتعلق في الوظيفة العامة كان هناك موقف موحد من الجميع ضرورة إعادة النظر في الوظائف العامة، وأيضا إعادة بناء القوات المسلحة ودمج المقاومة. كثير نعم من استاذ عدنان، تم مناقشتها في التحالف الوطني الذي يجري الإعداد. وضحت هذه الفكرة بشكل جيد أستاذ عدنان، شكرا لك. نائب رئيس الدائرة الإعلامية بالتجمع اليمني للإصلاح، بالعودة إليك دكتور معن، هل يعني يمكن عندما نتحدث، نحن تحدثنا مع وجهة نظر من الحزب الاشتراكي، مع وجهة نظر أخرى لاتحاد القوى الشعبية، وحاولنا بطبيعة الحال في البرنامج أن نستضيف آخرين ممن قاموا بهذا الائتلاف أو على الأقل ممن ينوون القيام به، وكذلك سمعنا وجهة نظر للحزب لتجمع اليمني للإصلاح، برأيك هل يمكن أن تحرك هذه الخطوة بعضا من المياه الراكدة في الحياة السياسية بالنسبة لليمن التي لا يبدو أنها يعني تمشي بخطوات جيدة على الأرض؟ هي جوهر المسائل هي المقاومة الشعبية، وهي تطورات الحياة في مسار ثورة فبراير، وهي موضوع الحرب اللي هي لها بعد إقليمي. الأحزاب تعاني من عيوب هيكلية في الواقع، ولا يبدو أنها وصلت إلى مرحلة الوعي وإدراك طبيعة أزمتها، وهي تميل إلى ترحيل الأزمة إلى خارجها. لديها أزمة سياسية وفكرية وتنظيمية، تتهم الشركاء أو تتهم السلطة، ولا تريد إلى حلول وقتية، العودة إلى جذور المشاكل. أنا أتصور ما زلنا بعيدين عليه. عندما ننتقد حزب، الأحزاب الأخرى تكون سعيدة، وعندما ننتقدها تنتقل إلى مرحلة الدفاع. أنا شخصيا لا أعول كثيرا على هذه الأحزاب وعلى هذه القيادات. أنا أعرف أنه لدينا في اليمن أحزاب لديها قواعد كبيرة ولديها تراث حزبي كبير ولديها تقاليد حزبية، لكن هناك أزمة على مستوى رأس القيادة وعلى مستوى الخط السياسي. سنوات طويلة من الانفصال على الجماهير ومن سيادة الخط الانتهازي في الأحزاب أوصل لنا هذه القيادات وأوصل لنا هذا الخط السياسي، والتعويل في الواقع على الضغط الجماهير من أسفل، سواء جماهير الشعبية أو سواء جماهير الأحزاب. إذن أشكرك جزيل الشكر مدرس الفلسفة بجامعة صنعاء دكتور معن دماج، كنت معنا في حلقة اليوم من المساء اليمني، كما هو الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام ولجميع الضيوف الذين كانوا معنا اليوم. في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحياتي أنا وجيه السمان، وتحيات الزملاء منصور النقاش وأسامة القطيبي وبقية أفراد الطاقم الفني. إلى اللقاء.